مين قال بالسياسة والدبلوماسية فقط يمكن تمثيل لبنان بالخارج؟ نديم كرم استطاع أن يكون سفير فني للبنان بأكبر عواصم العالم من خلال منحوتاته الهندسية المميزة اللي طبعت بصمتها بعالم البابليك آرت. كان عمري 5 سنين وقت اللي بلشت أرسم، وتخبرني أمي أنه في هاي الصورة عملتها وعم برجع أجرب لقي لك إياها وما بعرف شو بقى هيك. كان في أخبار من أنا وصغير هيك، بس على المزبوط بتصور من بعد ما رحت على اليابان. هالفنان والنحات اللبناني درس الهندسة المعمارية بالأيوبي ببيروت وانتقل للتخصص 10 سنوات في اليابان، الأمر اللي مكنه من المزج بين الحضارات ما انعكس بتنوع كبير على أعماله. الشباب والصبايا بالبلد يحسوا أنه هن كمان في عندهم هالقدرة، أكيد بدها وقت وبدها واحد يكون عنده الويل أنه يكمل على هالطريق، بس برضو أنه يقدروا يوصلوا للعالم من بلدهم من مدينتهم. هذه شغلة مهمة للكل. هالعمل المتقن والمبدع دفع بفاين آرت سوسايتي لتنظيم معرض كبير لنديم كرم في لندن، حيث تعرض لمحة واسعة من أعماله بين النحت والرسم والأعمال على الورق. اتصلوا فيي من لندن بالخصوص، في عنا صاحب كومن لاثنين، اتصلوا فيي وقال لي بدنا نعمل شيء لك خصوصي. بقى أهم شغلة بهذا المعرض هي تو ذا ميموار، اللي هي منحوتة مكونة من جزئين، جزء اللي بسميه الذاكرة وجزء اللي بسميه الفراغ، واثنيناتهم معمولين من ستانلس ستيل بوليش، يعني ميرور مثل مراية. نديم كرم عنوان للإبداع والتميز بعالم الفن وقيمة مضافة للبنان، خاصة لما نعرف أنه كل هالأعمال العالمية مركزها ومنبعها بيروت. أنا بشوف أنه واحد إذا بده بس يقولوا لك فيه هجومات وفيه هيك يهجم بالثقافة، ليش لا؟